عباس يرحى لأنه في شهداء مصابين قاطع راتبهم. أنا بقول له ارحل احنا 80 قطع رواتبنا من بيت واحد، وانا اسير محرر حريت في صفقة وفاء الاحرار، لكن احنا مش جايين عشان الرواتب، لانه احنا ضحينا باعمارنا وبدماء ابنائنا وشهداء عنا وعنا جرحى من اجل فلسطين. انه هو لا يصلح رئيس للشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني حر كريم بدور على تحرير ارضه وبدور على تحرير اسراه ومقدساته، لكن هو مع الاسف رئيس منسق امني لدوله اسرائيل. نقول لعباس ارحل، وذلك لأسباب عديدة. أولا انتهاء الصلاحية العقلية له، وانتهاء الصلاحية التشريعية له، وانتهاء الصلاحية الدستورية له. جينا اليوم شهداء، عوائل شهداء وجرحى وعوائل أسرى، جينا هنا إلى أرض السرايا لنوجه رسالتنا إلى الرئيس عباس، نقول له بدلا من أن ترتمي في أحضان الصهاينة يجب عليك أن ترجع إلى أحضان الشعب. كلنا على حق يرحل عباس، يرحل نقاعد، المفروض يستحي. عباس انتهى من زمان، انتهت صلاحيته، قطع الرواتب، قطع رواتب الشهداء، حكم على أهله بغزة بالموت. لا أنت ما تكرم زوجات الشهداء وأبناء الأسرى وزوجات الأسرى، تكرمهم أمام العالم، تقطع الرواتب عنهم، تقطع الكهرباء والماء والغاز والطهي عنهم. ارحل يا عباس من أجل فلسطين، ارحل يا عباس من أجل الأقصى، ارحل يا عباس من أجل حصار غزة، ارحل يا عباس من أجل التنسيق الأمني، ارحل من أجل الرواتب يا عباس، ارحل ارحل يا عباس. هذا مطلب كل الناس.